تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة الداخلية بدء فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمنية.